بيكم في حلقة النهاردة من ساتردي نايت بالعربي. هلا والله وهلا وغلا ومرحبا، حياك الله. أنا جيت يا سي أليكس. أوبا حلو ده. وأنا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ لا والله لازم يقعد وياخد واجبه. وده وقته، أنا راجل مخترع عظيم. وأحياناً أقوم ببعض أعمال المحارة. وعندي أفكار تهبل. في اختراعات تاني ولا كفاية؟ جرجير وجمبري. يا راجل افهم بقى. سربرايز. هتظبط يا احنا في غابة ولا في امبابة؟ انت هتتغابة؟ يلا منظرة وكيف عادي علشان شكلك يجعبك ويعزل. طب منظرة يلا يا حبيبة قلبي انت وهي الباب يفوت جامد. اسأل قلب العربي السبت الثامنة مساء بتوقيت السعودية حصرياً ولأول مرة على زي ألوان.